تغذية التربة لتغذية ساكنة العالم. نضرب لكم موعدا بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب سيام من 18 إلى 23 أبريل 2017. في المغرب نأكل بشكل جيد لأننا نمتلك خبرة زراعة المنتوجات الجيدة، جودة نابعة من تقاليدنا الزراعية، وتعتمد على الحفاظ على التربة. تفخر مجموعة OCP بكونها أحد سفراء التنمية الزراعية المستدامة في المغرب وإفريقيا.